قدم صباح اليوم رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن أحمد بشير أحمد حديثا صحفيا بمناسبة عيد الحرية والديمقراطية، قدم فيه أحر التهاني والتبريكات لفخامة رئيس الجمهورية والشعب التشادي بمناسبة الأول من ديسمبر. جزء من حديثه: بمناسبة العيد 27 لعيد الحرية والديمقراطية، فإن اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن يقدم بأحر التهاني وأطيب الأمنيات لصانع الحرية والديمقراطية فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. كما أن هذا اليوم هو من الأيام المميزة والخالدة في تاريخ تشاد الحديث، هو يوم أشرقت فيه شمس الحرية والديمقراطية في وسط أفريقيا. لهذا يجب علينا جميعا أن نحافظ على هذا الإنجاز وأن لا نسمح لأي كان بالمساس بمكتسبات بلادنا، وعلينا أن نعي ونفهم بأن الإجراءات التي اتخذها فخامة الرئيس لإصلاح مؤسسات الدولة بأنها تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن. وإذا أردنا الخروج من هذه الأزمة التي نعيشها فلنطبق برنامج التنمية المخصصة لهذه الولاية بالتوجه نحو الزراعة، فبلادنا لديها أراضي واسعة شاسعة نستطيع من خلالها أن ننهض بوطننا. كما أن هناك حملة ممنهجة منظمة تحاك بلادنا اتحاك ضد بلادنا هذه الأيام باستهداف قيادتنا. لهذا نطلب من كل أعضاء اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن في الخارج والداخل بالوقوف جنبا إلى جنب مع فخامة الرئيس والدفاع عنه، وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي ضد كل من يسيء إليه، فالإساءة إلى رمز الدولة إساءة إلى الشعب التشادي. يصادف الأول من ديسمبر اليوم العالمي لمرض فقدان المناعة المكتسبة، حيث أحيت البلاد هذا اليوم تضامنا مع المصابين بهذا المرض. حسين النور والمزيد. يحتفل باليوم العالمي لمحاربة مرض فقدان المناعة المكتسبة الإيدز بجميع دول العالم في الأول من ديسمبر لكل عام، وذلك عقب القرار الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية في عام 1988 يقضي بموجبه إحياء هذا اليوم للتذكير والتوعية من مخاطر مرض الإيدز الذي تسببه أدوات حادة ملوثة أو الاتصال الجنسي دون اتخاذ طرق وقاية مناسبة، ومن عجل التضامن مع المرضى المصابين بهذا المرض الفتاك والعناية بهم، فقد أحيت البلاد هذه المناسبة، حيث قدمت وزيرة الصحة العامة أنغربتنا أوديمباي سوكات بيانا صحفيا أدلت من خلاله بأن إحياء هذا اليوم يترجم التضامن الصادق للحكومة إلى جانب إخواننا المصابين بمرض فقدان المناعة المكتسبة الإيدز. كما أوضحت الوزيرة في بيانها بأن نسبة المصابين بمرض الإيدز في تشاد قبل عشرات السنين قد بلغت 3.3% في الأعمار ما بين 15 إلى 49 سنة، ولكن بفضل جهود الحكومة وشركائها في القطاع الصحي وبحسب الإحصائيات التي قامت بها وزارة الصحة العامة قد انخفضت هذه النسبة حتى وصلت إلى 1.6% داخل هذه الشريحة. ونسبة للنتيجة الحسنة التي تحصلت عليها البلاد بفضل العناية والرعاية الصحية القائمة، فإن الحكومة ترسم خطة جديدة من عجل القضاء على فيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدة حتى تصل نسبته 0.0% بجميع الأراضي الوطنية. ولبلوغ هذه الغاية المنشودة يجب علينا مساندة الحكومة في محاربة جميع الوسائل التي عبرها ينتقل مرض السيدة.
قام وفد من جمعية شباب إقليم سيلا بزيارة إلى المزارع التابعة للجمعية والتي تبعد بحوالي 20 كيلومتر جنوب مدينة قزبيضة. عثمان آدم. يعتبر الشباب هم عماد المستقبل والركيزة الأساسية العاملة في دفع عجلة التنمية والنهضة الوطنية إلى الأمام. يعد إقليم سيلا من ضمن الأقاليم الرعوية والزراعية بامتياز، ويتميز بمواردها الطبيعية التي لا تقدر بثمن. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ظل دوما يذكر الشعب التشادي بأن اقتصاد تشاد سيظل يرتكز على الزراعة والثروة الحيوانية. من هذا المنطلق فإن جمعية شباب إقليم سيلا قامت بمبادرة وطنية مهمة لدعم سياسة الرئيس الجمهورية في مجال التطوير وتنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. قامت الجمعية بتأسيس مشروع زراعي في مساحة تقدر بحوالي 20 هكتار، ويقع المشروع في منطقة تسمى جينو تبعد بحوالي 20 كيلومتر جنوب مدينة قزبيضة حاضرة إقليم سيلا. إن أجمل لحظة من لحظات الفرح لدى شباب الريف هي فترة حصاد المحاصيل الزراعية. عبد الرزاق يوسف أحمد رئيس جمعية شباب إقليم سيلا بهذه المناسبة الرائعة أكد قائلا: جمعية شباب إقليم سيلا من ضمن أهدافها تأسيس أي إنشاء مشاريع زراعية واسعة متنوعة لدعم توجيهات رئيس الجمهورية إدريس ديبي للتنمية. من جانبه المندوب الإقليمي للتنمية الريفية بإقليم سيلا السيد عبد العزيز هارون حجار أشاد بهذه البادرة الوطنية الناجحة التي تهدف لتنمية الإقليم وخاصة تنمية العالم الريفي. أطلب الأسوسياسيون الآخرين هم كلها يقدموا هذا المشروع مثل هذا المشروع، نساعدكم طبعا كان بأي حاجات، كان التراكتير والحاجة كان عندكم، نعملكم إن شاء الله بهذا الأطراف. إن الزراعة والثروة الحيوانية يلعبان دورا هاما في توزيع الدخل في المناطق الريفية، كما إنها تساعد أيضا في نظام الادخار المحلي لضمان الأمن الغذائي. مدينة المساجد احتفلت بذكرى ميلاد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وسط حضور عدد كبير من محبي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام، بحضور رئيس المجلس الأعلى الفرعي بمحافظة ومحافظ حرز البير آدم محمد شرف الدين. اقتداء بالشيخ المغفور له أبو بكر جمعة أحمد الذي سنى الاحتفال بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لسكان مدينة المساجد بحي النصر، حيث وصف تلاميذ الشيخ أبو بكر جمعة أحمد بأن هذه الاحتفالية تعتبر 41 منذ تأسيسه. استهلت المناسبة بعين من الذكر الحكيم، ومن ثم كلمة رئيس اللجنة المنظمة للحفل الشيخ محمد جبريل الذي رحب بالحضور على تلبيتهم للدعوة، مبينا بأن الاحتفال بمولد سيد البرية الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور يعتبر حبا واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم تتابعت الكلمات والفرق المادحة واحدة تلو الأخرى، ليأتي دور رئيس المجلس العالي للشؤون الإسلامية فرع محافظة حراز البيارة الجوني النور محمد الذي لفت انتباه الحاضرين بالإلحاصات النبي صلى الله عليه وسلم بدءا بنزول الوحي حتى اختتام الرسالة المحمدية. فنحن الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى آمنا به ولبينا بما جاء به، وقلنا الحمد لله على نعمة هذه النعمة الكبرى التي جاءتنا من كابر إلى كابر، نحمد الله على ذلك. فالذين لم يرد الله لهم الهداية هم يعرفونه كما ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله يعرفونه كما يعرفون أبناء. صادق محمد إيجا محافظ محافظة حراز البيار لإقليم حجر لميسة استمنا جهود المجلس الأعلى الفرعي للشؤون الإسلامية بالمحافظة على إقامة هذه الاحتفالات الدينية التي وصفت بالمحبة والإيمان التام برسول الأمة صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أطرت الجلسة بالمدائح النبوية الشريفة التي تسرد سيرة الرسول البشرية وشمائله الخلقية منها والخلقية أنبياء. محمد يا ملباس راقة تصالها محمد
وبهذا التقرير ننهي النشرة الرئيسية لهذا المساء. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق غرفة الأخبار، في أمان الله.